عايزين كمان نسمع بقى رأي الدين. الشيخ رضا نصر الدين كبير أئمة بوزارة الأوقاف. يا مولانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا مولانا؟ تمام الحمد لله تمام. يا مولانا ممكن أسأل حضرتك سؤال صريح وترد عليا رد قطع؟ إن شاء الله اتفضل. هو ممكن ربنا يأذن للناس إن هي تضرنا بإذن الضر إنه تعمل لنا أعمال أو توقف لنا حياتنا؟ أقول لحضرتك حاجة. بداية أنا طبعًا برحب بالضيفة. دكتور هند البنا. تسلم وتعيش يا مولانا. بجد يعني. أولًا حضرتك للأسف الشديد القصة اللي موجودة النهاردة موجودة في كل بيت، في كل عمارة، في كل شارع، في أيوة كل يا مولانا. في كل بلد موجودة. الأصعب من كده إن المركز القومي للبحوث والتعبئة بصراحة الدكتور عبد محمد عبد العظيم طلع لنا بحث خطير جدا بيقول ان في 5 مليار دولار سنويا في الوطن العربي. لسه دكتور هند كانت بتقول يعني احنا عدينا مرحله يا مولانا هل في اعمال ولا لا، في ناس بتعمل اعمال ولا لا، لا خلاص احنا قدر كبير مننا من المتعلمين والغير متعلمين مؤمنين ان في اعمال والقران والدين بيقول كده. ليه بقى ناس ربنا اذن ليهم باذن الضر؟ وحيد الله لا اله الا الله صلى على حبيب سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام حبيبنا وشفيعنا يا رب. له تاثير قوي وموجود في القران الكريم. الايه رقم 102 في سوره البقره. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه لكن في النهايه وما هم ضارين به من احد الا باذن الله. لا تاذن لهم. القصه اللي معانا ده هي حاله نفسيه رحت بعيده كل البعد عن السياسه. لأن حضرتك الهم والحزن والتفكير والتوتر والقلق بينتج هرمون اسمه كورتيزون. الهرمون ده بينتقل للطفل عبر المشيمة بيؤدي إلى ضعف عنق الرحم. سلام عليك يا مولانا في العلم والطب والدين، الله يسعدك ويرضيك. يعني ولذلك حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعد من الهم والحزن عند كل صلاة. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من البخل والجبن واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وبرضه يا مولانا لان هم دول بيبقوا مصايب فاقول وانا لله وانا اليه راجعون. ده انا هقول لحضرتك كمان اخطر من كده. هو ليه تاثير؟ ليه تاثير بس على مين يا فندم؟ الايه في سوره الحجر الايه رقم 42 بيقول ان عباد ربنا اللي بيقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. طبعا ونعم بالله الا من اتبعك من الغوي. لا اله الا الله. في سوره النحل حضرتك الايه رقم 99 بيقول ليس له سلطان على مين يا رب؟ على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. اجعلنا من المؤمنين يا رب. اخر بقى حاجه يا مولانا نحصن نفسنا ازاي بعد اذنك؟ طريقه سريعه لو احنا بنقضي يومنا. حافظين كلنا سوره الاخلاص. والمعوذتين. حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي عبد الله بن خبي قال له يا عبد الله عليك بالقول هو الله احد والمعوذتين تكفيك كل شيء. الله. ولو حد عامل حاجه ما يعرفش يصلي يا مولانا ما يشوفنيش. اقسم بالله ابدا. الله يسعدك ويرضيك. في حاجه ثانيه يا فندم. امورني. حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم ادانا نوع من انواع الذكر يقال كل صباح ومساء. بسم الله. بسم الله. توكلت على الله. توكلت على الله. وآمنت بالله. وآمنت بالله. وفوضت أمري إلى الله. وكفرت بالجبن والطاغوت. واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والله سميع عليم. نورتنا يا مولانا وتسلمني وعلى راسي ويا رب ننفع الناس كلها.